20 شفاء السيدة نهاد الشامي يلي موجودة معنا اليوم بهالقداس. منصلي عنية جميع الموجودين، منصلي عنية جميع المشاهدين يلي عم يتابعونا عبر مجموعة نور سات نور القداس تيلي لوميير. منحط كلنا وياكم على هالمذبح من خلال القداس يلي رح يحتفل فيه رئيس دار مرمرون عنية قدس الأباتي طنوس نعمة الجزيل الاحترام. إن شاء الله بشفاعة مار شربل ربنا يقبل كلنا وياكم، يشفي مرضاكم ويرحم جميع نفوس موتاكم. دفق النور من مثوى الحي الفادي أحيانا بعد ليل قد وكاد يمحو دنيانا. يا وجه الفادي دفق حبا ونور أقصي بالمامور مثوى شربي للحبيس مغمور بالنور الحي. يا وجه قديس اطبع فينا الوجه الحي دفق في الدار الفاني في الأكوان نورا للدار الثاني. يا من أفنيت العمر في النسك والإجهاد تسقي روحك الحرة من نادى روح الفادي. قد نلت منه فخر العبد الأمين بين القديسين. عند الرب اشفع لنا يا قديس لبنان. يرضى ربنا أن يمحو خطايانا يشفي كل مرضانا ويرحم في النعيم موتانا. واقدم بمديل اغسغدي ملكوش ما ينحس يخلد احتيط له ملكوش ما ينحس ولا الخلد طينا له صلى وعلي مت المران قالوهن قبل قربانك نترحم علي بأصلاته. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيا في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا ونحرق نظيرهم للاتحاد بك ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في قلب ابنك الحبيب على الأرض ومجدك في السماء. لك الحمد والشكر لابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته وإلى الابن الحبيب الذي يصبغ علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته إلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام
عمل الآب والابن برخمور أبو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا النهار المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت الأب شربلة ليقتفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربلة شهادة لك، فعلى مثالك توحد في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعته على عتر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجها مشرقا وقلبا نقيا، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يحيي الليل شربل حتى تلقى عينه وجه الضياء، في قلبه والما الدنيا تشتاق نور السماء. هللويا نعم الرجاء، تسقي الأرض بالدمع للإنسان في عدن، قال الله قد ذاب مثل الشمع، روى الأرض شربل من دماه. هللويا يعطوبه، قديس من عندنا من شقات الأرز من صخر الصواد. يا شربل اشفع لنا، قد أعطاك ربك مجدا لبنان. هللويا احفظ لبنان. ارضى اللهم عن صلاتنا وعطورنا كما سرك وأرضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه إليك. أسبغ علينا نعمك وألهمنا أن نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسما أبديا حيا، برخمور أبون، فنرفع إليك المجد إلى الأبد. آمين. قديشات آله قديشات حيلتون قديش لميوتو، اترحم علي قديشات آله قديشات حيلتون قديشات لميوتو، اترحم علي قديشات آله قديشات حيلتون قديش لميوتو، اترحم علي قديشم شبحو حيلتون لميوتو موريو قديش مرحشو بين دخوتريوتن أي كانوا تشبحتو دلمومنا سيقروخ وانصودو نشمع لكتو بدلو قديشي لوخ شبحو العلمين. آمين. بيعطى الله سري وافرحي بالقديسين، عاشوا في روح البر عند الرب مرضي.
الدين سبحي الرب عني وافرحي بالقديس امدحيه وغني الله يحميك يا رب ربي مرضيه للمسيح الغفور نحن ننشد التقديس يهدينا درب النور فيك شربل القديس. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسول والتحل ورحم الله القارئ والسامعين على الدائر وسكانه وزواره المؤمنين الأبد. يا إخوتي، من بولس وسلوانوس وتطماوس إلى كنيسة التسالونيكيين التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، النعمة لكم والسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح. يجب أن نشكر الله دائما من أجلكم أيها الإخوة كما يليق، لأن إيمانكم ينمو جدا ومحبتكم جميعا كل واحد الآخر تزداد كثيرا، ولذلك فنحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله لثباتكم وإيمانكم في جميع الاضطهادات والضيقات التي تحملونها، وذلك دليل على حكم الله العادل لتصيروا أهلا لملكوت الله الذي من أجله تتألمون. فإنه من العدل عند الله أن يجازي بالضيق أولئك الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم أنتم المتضايقين بالراحة معنا عند ظهور الرب يسوع من السماء في صحبة ملائكة عزته في لهيب نار ليعاقب الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. فهؤلاء سيتألمون عقابهم هلاكا أبديا مبعدين عن وجه الرب وعن مجد قدرته عندما يأتي في ذلك اليوم ليتمجد بقديسيه ويظهر عجيبا بين جميع الذين آمنوا. وأنتم أيضا آمنتم بشهادتنا لكم، لذلك نصلي دائما من أجلكم حتى يؤهلكم إلهنا لدعوته ويتمم فيكم بقدرته كل رغباتكم الصالحة وأعمال إيمانكم، وهكذا يتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه وفق نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. والتسبيح لله دائما. وبارك يا سيد. هللويا كالنخل يزهر ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا أمام بشار مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب برخمو ربون. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت
أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا وامجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: كل من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وحين يقدمونكم إلى المجامع والرئاسات والسلطات لا تهتموا كيف أو بماذا تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، فالروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. برخ مربون حقا، والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. إخوتي الأحباء، أبائي، اليوم نحن بنحتفل بأول شهر من ذكرى من سنة 30 لشفاء السيد ونهار الشامي. هالعجيب صار له 30 سنة قدام عينينا كلنا بنمرق، بيجي على عينيا كل هالناس بيشوفوا الجرح الذي جرحت به نهار الشامي في عنقها، لحتى تكون علامة مثل ما قال لمار شربل: أنت علامة بين الناس. لما حاولت مره انه تعبت قال لها: انت قلت لك انت علامه، معلش لو تعبتي انت علامه. وبقيت هي علامه لحد هلا. نحن اليوم اول شهر من سنه 30، بدنا نصلي اول شيء احنا لنبقى نقشع العلامه، لانه العلامه مش هينه. العلامه الواحد يقشع ويفهم العلامه. العلامه هي ان نستسلم لمشيئه الله، هي العلامه. العلامه هي اللي بتسحبنا الى الخير. العلامه من ربنا، ربنا بيعمل علامات شريرة، علامة إلى القدس، على أن تكون هذه العلامة شهادة لحضور ربنا يلي كل خميس كل تنعش بيجرح المرأة بيطلع دم من رقبتها. تيقلنا أنه نحن الحياة بالمسيحية رؤية هذه العلامة أمام الناس، وأن يعودوا إلى الله، أن يتركوا كل شيء. العلامة مش هيك حال العلامة. شو بقول هدي عشان العلامة؟ العلامة هي تعني درب طويل عريض من الإصلاح، من الرجوع إلى الله، من توبة، من ترك الأمور يلي هي مش مظبوطة، وأن يعود الإنسان إلى الله، إلى خالقه، على الطريق الصحيح. العلامة هي منا لحتى لي نكب كل شيء من راسنا ونحفظ التاريخ. يلي هو شو التاريخ؟ التاريخ هو بما كنت بقول إديس بولس هلا كمان بالرسالة أتسونيكي، بيقول لهم نحن رح يجي الرب يدين الأحياء والأموات، ويلي بيكون حقيقة من الأبرار رح يكون كتير فرح، ورح ربنا يظهر بعجائب كثيرة إنه الأبرار نالوا حظهم. أما اللي بيكونوا ضد الكنيسة وضد الأبرار رح بيكونوا كمان حرام، مظلومين، ويروحوا إلى جهنم النار. اوعى تخمنوا إنه كلام ربنا مزح، أو مثلا واحد إنه بيجي ربنا علينا الالتزام بما يقوله الرب بالإنجيل بالرسالة بكل ما نرى من الله من محبة الله في هذا الكون، علينا أن نكون ملتزمين بما يعطينا الله ويأمرنا به. أول شيء المحبة، وثاني شيء المحبة. المحبة هي درب الحياة المسيحية كلها، هي أن نتخلى خلال حياتنا عن كل ما يبعدنا عن الإنسان الآخر، وأن نعيش كما عاش السيد المسيح، أن نحمل الصليب
الواحد في سبيل الآخر. هذا هي العلامة، هيك بدلنا أنه ربنا حاضر، ربنا جاي يطلب منا كل واحد أنه نترك الشر، نترك تاريخ العاطل فينا مثل ما آدم وحواء تركوا التاريخ، ونرجع نحن إلى الله، أن نعود إلى الله بالقداسة وبالمحبة. العلامة هي أن نكون نحن أبرياء كالأطفال، أن نعود أبرياء كالأطفال، لأنه قالنا إن لم تعودوا تصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. كل مرة منبلش نتفاقه ونصير إزكى ما بناش تزبط. اوعى الفقه أحبائي والتزاكي بيناتكم، حكوا كالأطفال، كونوا أبرئين كالأطفال. يسوع قالنا ما إذا ما رجعتوا الشيك رح تروح على جهنم، ما فيش تدخل على السماء. اليوم العالم كله يتفاقه، قد ما بدكم قولوا قولوا. شو بدكم؟ شو بدكم العالم مش عامل حتى يضرب ربنا، حتى يضرب فكرة ربنا براس الإنسان؟ يقاوم هو الشرير. ليش؟ عم بيحاول انه يعمل انه هو عم يعمل شيء منيح، هو عم بيقتلنا بزيادة. العالم كله شر اليوم، كله بغض، كله كراهية، كله حقد. العالم اليوم كله أسلحة، كله خراب، وعم بيحاولوا ياخذونا على الخراب. اوعى تنسوا وضلوا لنا، اوعى تروح ورا الإعلام. الإعلام مش عارف شو عم بيعمل، يمكن يتسابقوا بالإعلام بيشم، بس أن تقضي على نفس الإنسان بالإعلام هذا شيء مش منيح. أن تنسي الإنسان اللي عمل الله فيه وتعطي عمل آخر هذا مش منيح. بدنا نضل أبرياء وأطفال، نكيب اللي ما بده. بدنا نضل نصلي للبنان، لأنه لبنان إذا ما رجعناش أبرياء وأطفال لن يعود. بدنا نرجع أوانه، بس نحن شوية مربى بنرجع أوانه من الأغراض وبرجع لبنان، لأنه بلا أخلاق. شو طالعوا أشياء إحنا عنا ببيوتنا وبعيالنا وين ما كان، طالعوا. نحن بدنا مربى، إذا صلينا نقول نحن عم نصلي، لا لا لا، هي مش هون. بدنا إعادة صبرك من جديد، إعادة صبرك. بدنا نرجع أولاد، أولاد صغار كمان مبهيد إيه، بس مش فوقها معترين إيه، بس مش شاطرين كتير. مثل ما اليوم رح يضيعوا العلم والله العظيم. كده المرة بعد كان ناقص المرة بالأيام كابسين فيها، بدها تكون نايب أهم شيء المرة. يعني نحن مع المرة، بس المرة أم بالأول بشرفكم نقول قديش ناقص الأمومة بهالأيام. أنتم بتعرفوا أنت أمات ونسبة، قديش الأمومة صار ناقصها من أمومة، قديش العاطفة صار ناقصها من عاطفة. بيسكبي بكل ولد بنعطي السبلاد، يعني بنسلمه الشيطان وصغير. يا عم افهموا، تعالوا نفهم، تعالوا نصير نحن ابناء ملكوت الله. ما هذا الشيء بقى العلامه، علامه لايش؟ انه شو حط علامه؟ انه كل شيء ماشي بحال تمام، كل شيء مش ماشي خالص علامه تبس بحد اشعاع يقول الدنيا خربت تنرجع تصير وادي. هاي علامه. هناك أحبائي نحن بدنا نرجع نغير نفسيتنا. دخلكم النفسية اللي داخلنا فيها، اللي عم بفوتونا فيها، غيروها وصلوا. صلوا المسبحة، هو حدا يشيل المسبحة من إيده، هو عتخمر الدنيا مسحة. الدنيا ما بتعش أي ساعة، لا تفي أي ساعة، تأتي السرقة في الصباح أم في المساء أم عند صياح الديك، ما بنعرف. ضلكم متيقظين، ضلكم صلوا، ضلكم اعملوا خير، ضلكم بعدوا عن الشيطان. اوعى تروح ورا الشيطان. افش اي مره روح ورا الشيطان، لك قديش رايحين حاملين هالكمبيوترات والسيرفرات والاوراق رايحين وراهم. انتبهوا قديه مرشار بدنا نحن، مرشار شو بيجي بنعملها فيه؟ بنشفي مرضانا، بيساعدنا، بيحبنا، وبده يشفينا من الشيطان. هو هيك بده يعمل. مش عارفين ايمتى كنا نتفك، صرنا اوالم اطفال نتفي. رجعوا على البراءة اللي رد عليكم، رجعوا على المحبة، رجعوا على كل ما هو خير، وابعدوا عن كل ما هو شر، لأنه ربنا بده يجي يدينا، بضرب المربوط بالكتاب بسيادة السلونيكي، بده يرجع يدينا ويبين الأبيض من الأسود، البيض بيروح على السبع والسود، إن شاء الله ما نكونش من السود. دخلكم، ما حدش يقول أنا ربي حبنا جميل أنا بصلي كذا، بدنا نعمل أكثر، صلي أكثر، بدنا نتبهدل أكثر، تنصير مثل يسوع على الصليب.
كرامتنا كرامة عمي يسوع رب السماء والأرض بخلوش كلمة مثبتة قالوها كل بهدلات باي ما صار له شيء سكت حمل الصليب وسكت. نحن إذا كان دق فينا برشي كرامتي لك يا عمي عملوا خير صلوا عدوة أطفال رجعوا أطفال رجعوا أولاد صغار مهضومين الفئه كله رح يقتلنا دخته. منصلي اليوم بهالنهار على نية ست مهد الشامي نقدم على إقداس عنيتنا لأنه هي حقيقة اليوم حاضرة بيناتنا بعد غياب طويل. منصلي لو منصلي عائلتها لحتى ربنا يحميها ويرحم الموتى كلهم. ومنصلي لرهبانيتنا لحتى الرهبانية ربنا كمان يعطيها تكون علامة وشهادة لحضور ربنا بالملكوت. ومنصلي لكل اللي هون بهالبلاد يلي معنا ويلي مش معنا لحتى ربنا يشفي مرضاهم بشفاعة مرشرب ويعطينا الصحة ويعطينا فكر جديد فكر مبقى جديد مبقى أطفال. إن شاء الله ربنا بيلعنكم الضربات بيعطيكم المحبة والسعادة دائما وتكونوا مسيحيين حقيقيين نؤمن بإله واحد. السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا جاء قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي أمين. إيت الوقت ما تحضى له والوقت له زم حد طليون ونبسوه الطيب وطوخ عور البيت وصود بهيكله وطقود شو داحل طخ ماريا ودبر وفزاديك وطخ لفاي صلوا علي متو المران قالوهن قبل قربانوخ ونترحم علي حضن الأريق وتل العالم قابلني حضن العذراء الأم لكن العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة سرت فوق المذبح وتل البيع هاليلويا أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حملك أبناؤك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجعل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوي والأطلاه ماري وماروس وباتول ومار مارون ومار أنطونوس ومار شاربر ومار نعمطلة والديس رفع ديس ماري ألفونسين والشهيد أكودينا والطباوي عقود وأخصفين اذكر اللهم
آبائنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقدم عنهم الذبيحة. يا إله الأحبة، أنت سامح أولئك الموجودين هنا، أعطهم ما أحب الغفران، املأ قلوبهم من الطفولة والبراءة. ويا رب أعطي لبنان الأمان والسلام، أعطينا رب أن نكون أحياء وليس أموات، أن نستعد إلى نهار الدينونة الذي فيه سيجازى كل إنسان بحسب أعماله. أعطينا رب أن تكون أعمالنا بيضاء تليق باسمك القدوس. أعطينا أن نستشهد أمامك كل يوم بالحق والمحبة وبالسعادة أمام أبرارك وقديسيك. ويا رب أنت أحفظنا واحمنا، احمل ابننا العزيز، وأعطينا أن نحيا جميعا موت المؤمنين، واذكرهم جميعا في ملكوتك السماوي إلى الأبد. آمين. اقبل يا أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع إليك المجد والشكر ولابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الآباء الأجلاء، السلام لكم يا خدمة الروح القدوس. للإخوة السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. بارخ مور، نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس معكم يا أخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس Oh, no.
قديس قديس قديسات مريم برحمة وقديس يحيي يبرودي الأخمر يسوع مسيح على دار الخول قديس الروح قديس ما بتحيي قديس يتاك يهوب الطبوت بتو شغنان يحيي دويا دلوخ اتبصر من تلتو تشخيط دارو مريم بام دبر متيا لو يتفرق حرار من شبويو وبيومو هاو دقدم حاشو ديلي مع بيت حيي ساب اللحم بيداو قديشوتو وبارخو قديش وقصو يا بالتلميداو كدومار سابخون من ايه كل خون هونو داني تاو فغرودي دحلو فيكون وحلو بساجي ما تخسي وما تهاب حسو يتحوب والحاي ده العلم علمي آمين خخانو عالكو سودم زغوا من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميذة وكدمار سابشتاو منه كل خون هونو دنيتاو دمودي للدياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو بساقي متشهد ومتهب حسو يضحو بوالحاي دا العلم علمي آمين كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إنا بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا أفنان محلو حطي أبداك موريو كادم قبلنا طيبوتوخ مودنا لخرفه لهن ومترخه لهن إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين رحم لن مر رحم لن شضال مش ما قديش روحك ما بتحي وان راح يفعل قربون ربي فورد ما بتحي ولن حس وان زاهي وان قديش عنين مريو عنين مريو عنين مريو ونيتم روحي قديش ونجن لن وعال قربون هونو كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون هاي كانوا دبانو تهنا بيد اللحمون وفارو دمشي حالوه ديلا آمين ولمزو غدب كوسون ودمودي لي دمشي حالوه ديلا آمين هاي كانوا دمرزو لين قديشي حوصو يتحوب والحلم النفس والتفاور والسرور ترعيتو ولو نوشي بعد من عمو خمهمنو إلو أشور خريان تقاد دخيط بروح أقم الدبرنان ناس يقرخ شبحو شبخ رزبان علمي آمين نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية
من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار ميشيل مطراننا ومار عمطلة أبينا العام وسائر الأساقف المستقيمين رأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، لأنك الصالح وكثير النعمة. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة ومار مارون ومار شربل والقديس رفقة والقديس نعمطل والطباوي يعقوب والطباوي استفان نعمي. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نكتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفنا بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. حط من نقص أبود كشتو قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أن نحن الضعفاء نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. أجل أيها الرب محب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لجميعكم ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسده مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول واقبل البركة من الرب. بارك رب شعبك المؤمن المنحني أمامك أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأثرة هي فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين. تهوي طيبوت رتلوت وقد اشتركت وتميت لبريتو شويات بسي عم كنخونا حي العلمي ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع وليسأل الرحمة والحنان. أتشي القديس يبشل موتو وابدا خيوط وابقى دشوط متيح بي آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أحلنا أيها الرب إلهنا أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقّر نفوسنا بدمك المغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. كما يشتاق الليل إلى مجاري المياه كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله ضمئت نفسي إلى الله إلى إله الحي متى أتي فلذلك أذكرك من أرواحي
جسد سيدنا يسوع المسيح. في النهار يأمر الرب برحمته وفي الليل نشيده عني صلاة لي إلهي خلاصي. جسد سيدنا يسوع المسيح الروح القدس. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح إلا لأن يطرح في خارج الدار ويدوسه الناس. أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبل ولا فيوضع تحت المكياس بل على المغارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت ليضيء نوركم. ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. جسد سيدنا يسوع المسيح رب الحكمة. الرب فلا يعرضني شيء في مراع قصيفة يقيلني وبياه راحة يريدني يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. جسد سيدنا يسوع المسيح. الرب راعي يا فلا يعوزني شيء في مراع قصيبة يقيلني ومياه إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي عصاك وعكازك هما يعزيان. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع قصيبة جسد سيدنا يسوع المسيح الروح القدس. جسد سيدنا يسوع المسيح الروح القدس. جسد سيدنا يسوع المسيح الجودة والرحمة تتبعانني جميع أيام حياتي وسكنا في بيت ربي طول الأيام. الرب راعي فلا يعوزني.
بك يا رب نعترف وتسبح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيت. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. تبارك الذي لا شرف في الكون آياتك أطيب من الطيب وأشهى من الميرون وأذكى من الريحان أشر مور. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. بارخ مور أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكلا لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. أحباب المناعة البركة الأخيرة، بنشكر كل وسائل الإعلام خاصة تلال المير والأوتوبيا اللي بضلوا هن ينقلوا كل مرة هالقداس على وعلى أبونا كمان شادي يلي عطول بضلوا ينقلوا هالقداس. نحن منصلي ونطلب من ربنا أنه يجعل إعلامنا هو إعلام صحيح، إعلام مقدس، إعلام لا يزعبر. ودلكم صلوا المسبح وعا تنسوا المسبح. دير عنا المشهور شر الضوء وسراج النور والبيع بكل المعمور بتصلي وبتتمنى يا شر بتصلي عنا بستك عم بتصلي من قلب الفادي تملي حبي وطهر وتتهنى يا شرب الصلي عنا لبنان هالأرز الخضراء عنده شرب الود عاطرة يا شرب منك نظرة عن لبنان وطمنا يا شرب الصلي